أهلا بكم أصدقاء صديقاتي طلاب وطالبات التعليم الفني الزراعي في كل مكان، بحييكم وببدأ معكم حلقة جديدة النهاردة من حلقاتنا المتميزة. طبعا التعليم الزراعي والزراعة بصفة عامة هي قاطرة التنمية في مصر. مصر دايما كانت دولة زراعية وما زالت دولة زراعية وكانت وما تزال بهذا الوصف، ولكن هناك الجانب الصناعي اللي دخل مصر وأدى إلى الشراكة ما بين الزراعة والصناعة، وكانت هناك المنتجات أيضا المصنعة في مصر. النهاردة بنتكلم على الزراعة بمفهومها الشامل، لكن هنتكلم النهاردة على جانب في غاية الأهمية بيدي وفرة للمزارع أو الفلاح اللي بيستزرع أرضه، وهي التكثيف الزراعي. طبعا التكثيف الزراعي بيدي للفلاح فرصة أنه يزود محاصيله ويلحق المحاصيل الكثيرة الموجودة في الوقت الحاضر، ويؤدي بأن يصل بالفدان الواحد ربما إلى 3 فدانات أو فدادين للمرة الزراعية الواحدة. ده السحر الكبير من التكثيف الزراعي. النهارده بيحاضر معانا اليوم الاستاذ اشرف عمران خليفه، معلم خبير ثانوي زراعي بوزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا فندم. الله يخليك، منور بوجود حضرتك. استاذنا استاذ اشرف عمران، احنا بنتكلم عن الصف الثالث الثانوي الزراعي عام لجميع التخصصات. لجميع التخصصات، تمام يا فندم. وبنتكلم النهارده عن التكثيف. طبعا ماذا يقصد بالتكثيف؟ ده اللي عاوزين نعرفه في بدايه الحلقه. احنا هنتكلم الاول عن التكثيف والتركيب المحصولي وافضل النظم المحصوليه في مصر بالنسبه لمنهج الصف الثالث الثانوي الزراعي لماده محاصيل الحقل. تمام. لجميع التخصصات، واحنا بنقول ليه لجميع التخصصات علشان لازم ننوه عليها، لان احنا عندنا منهج جديد للمدارس اللي شغاله منهجيه جدارات، فاصبح الفني انتاج المحاصيل منهج بتاعه محاصيل بس مختلف عن ده شويه. فاحنا تمام. بننوه بنقول ليه جميع التخصصات، يعني كله بيدرس محاصيل نفس المادة في النظام القديم. تمام. في النظام القديم القديم حقيقة. احنا لما هنتكلم عن مادة التركيب عنصر التركيب المحصولي والتكثيف الزراعي وافضل النظم المحصولية هنا في مصر، لازم نبص ندي فكرة الاول. انا دلوقتي عندي فدان ارض واحد، ايوه، الفدان ده انا بزرعه كم مرة؟ مرة مثلا مرة امتى؟ في الموسم، مرة في الموسم. طب انا عندي كم موسم؟ عندي موسم صيفي وموسم شتوي. فاذا انا لو زرعته في الشتاء قمح وجيت زرعته في الصيف ذرة، فانا خدت هنا انتاجيه كم فدان؟ خدت فدانين. ليه؟ لان خدت فدان ذرة وفدان قمح. تمام. فهي ديت عمليه التكثيف المحصولي، ان انا بحسب كميه المحاصيل اللي انا زرعتها في المساحه بتاعتي طول السنه، وبعد كده بعمل ليها قايمه، واعمل نسبه المحصول بشوفه بيمثل كام في الميه من القايمه ديت في المحاصيل المزرعه. لو انا اخدت مثلا على سبيل المثال محصول القمح، تمام. احنا في الشتاء في محصول القمح احنا زرعنا في القمح مثلا زرعنا 1.5 مليون فدان، وجينا زرعنا 2 مليون برسيم، وزرعنا 0.5 مليون فول بلدي. ده في الشتاء، وجينا في الصيف زرعنا 2 مليون قطن وزرعنا 1 مليون فدان ده ذرة. على مستوى مصر كل على كلها مستوى مصر، انا ده مثال يعني. مثال. فاحنا لما نجمع المحاصيل ديت ونشوف النسبة بتاعتها، ده هو التكثيف المحصولي أو التركيب المحصولي اللي احنا العائد على بنتكلم الفلاح والمزارع عنه. بشكل شخصي يا دكتور، من ناحية التركيب المحصولي والتكثيف، لأنها لما يخش في النظم المحصولية بتاعته هيلاقي حاجة اسمها التحميل، وهنتكلم عليها باستفاضة مع حضرتك النهاردة إن شاء الله. إيه هو التحميل؟ إن أنا بزرع الأرض بتاعتي بأكتر من محصول في موسم واحد. تمام. فأنا عندي في حاجة اسمها التحميل والتكثيف. إيه هو التكثيف؟ التكثيف زراعة الأرض بأكتر من محصول خلال السنة. وده سؤال بيجي للطلبة في الامتحان، وفي ناس كتير مفرق ما بينهم. ما بيفرقش. مش هنقوله فرق. هو بيقول لك عرف التكثيف المحصولي أو عرف التحميل. فالطالب لما بيذاكر وقرا بسرعة من غير تركيز وما بصش في الحتة دي، ما بياخدش باله من الحتة دي، لأن التعريف واحد. التعريف واحد، ولكن اختلفوا في كلمة واحدة. أنا لما أقول زراعة أكثر من محصول في موسم زراعي، وفيه تاني زراعة أكثر من محصول في سنة واحدة. موسم زراعي يعني هزرع الاتنين مع بعض في الموسم الشتوي وفي الشتاء، فصل الشتاء بتاعنا. أنا هزرع الأرض بتاعتي محصولين مع بعض، إذا أنا هنا دخلت نظام التحميل. لما أقول إيه هو التحميل؟ هو زراعة
محصولين او اكثر في قطعة ارض محددة في موسم زراعي واحد، وجميع العمليات الزراعية اللي بتتم عليه. ولكن انا لما اروح للتكثيف الزراعي هو زراعة الارض باكثر من محصول خلال العام، خلال العام. فالطالب في حتة التركيب في التكثيف المحصولي والتحميل هنا في حتة التعريف ممكن بتخونه حتة الموسم والسنة. والسنة. فأنا لازم أفرق ما بين هو الموسم وإيه هو السنة. السنة. لو كلمتك على موسم فبكلمك عن صيفي أو شتوي بس، تمام. ولكن أنا لو كلمتك على سنة أو عام هنتكلم عن صيفي وشتوي وعروني اللي بتخش معايا تمام. تالت طب نشرح المفهوم اللفظي للتكثيف والتحميل. طيب يعني احنا انا بحمل، يعني انا اكني بضيف حاجه على حاجه وبزود اللود عليها. وبنزود اللود عليها. احنا هنشوف مع بعض تمام اتفضل. الاول التعريف بتاع التركيب المحصولي في البدايه. ايه تمام هو التركيب المحصولي؟ قال لك عباره عن قائمه بالمحاصيل المنزرعه مقرونه بنسبه مساحه كل محصول كنسبه مئويه من المساحه المنزرعه. هيا يعني انا بشوف المساحه اللي عندي، انا مساحه مصر ثابته على سبيل المثال 2 مليون فدان. ال 2 مليون فدان دول خلال السنة زرعتهم كم محصول؟ هجمعهم، لما اجمعهم هلاقيهم مش هيدوني 2 مليون، ممكن يخش في 8 مليون. ليه؟ لان انا زرعت الارض اكتر من محصول فين؟ في التركيب بتاعي. تمام طيب انا هاخد بقى محصول القمح ده كانت نسبته كام، بتمثل كام في المية من اجمالي المحاصيل ديت، هو ده التركيب المحصولي. يبقى التعريف بتاع التركيب المحصولي مرة كمان عبارة عن قائمة بالمحاصيل المنزرعة مقرونة بنسبة مساحة كل محصول كنسبة مئوية من المساحة المنزرعة. تمام طيب لو اتكلمنا عن المعامل يا فندم، ولا احنا لسه في لا التعريف؟ لسه احنا لسه في عايزين التعريف. نشوف اهم المحاصيل الشتوية ايوه علشان نقدر نميز. نقسمها. ايه صح هي اهم المحاصيل الشتوية عندنا؟ اهم المحاصيل الحقلية الشتوية انا عندي القمح، البرسيم المصري، الكتان، بنجر السكر، الفول البلدي، العدس، الحمص، الحلبة، الترمس. دي محاصيل كلها شتوي. شتوية اللي بتتزرع عندنا في مصر في الموسم الشتوي، سواء في الوجه الإبلي والبحري. علشان خاطر لما نقعد نقسم المحاصيل بتاعتنا هنلاقي فيه فدان معامل التكثيف بتاعه ممكن يديني نص. ليه نص؟ لأن المحصول اللي عندي ما كانش محصول لا شتوي ولا صيف، ولكن محصول معمر. يعني ايه محصول معمر؟ يعني بيبقص في بقعاته اكثر من عام، تصل لحد 10 سنوات، زي محصول قصب السكر والبرسيم الحجازي. تمام فاحنا علشان نحسب التركيب المحصولي ونعمل معامل التكثيف الزراعي صح، لابد ان اكون على درايه واعيه باهم المحاصيل الشتويه اللي بتتزرع عندي في مصر، واحنا اتكلمنا عنها اللي هو القمح والبرسيم المصري، الكتان، بنجر السكر، الفول البلدي، العدس، الحمص، الحلبة، والترمس. طيب أهم المحاصيل الحقلية الصيفية إيه هي؟ طيب تعال نفكر مع بعض ونشوفها. طيب ممكن حضرتك تتوقع معايا ولا نتوقع ما مع حضرتك. توقعش؟ تمام طب توقع حضرتك معايا إيه أهم المحاصيل الصيفية معايا؟ عندنا القطن تمام صيفي، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الأرز، الفول الصويا، الفول السوداني، السمسم. تمام ديت المحاصيل اللي بتزرع عندي في مصر في فصل إيه؟ في الصيف. فصل الصيف. تمام القطن وده محصول رئيسي ومهم، الذرة الشامية محصول رئيسي ومهم، الذرة الرفيعة، الأرز، الفول الصويا، الفول السوداني السمسم. وده اللي قسمه وصنفه القدماء المصريين، من ساعتها احنا ماشيين عليه، ده ولا ده مش تصميم؟ القدماء المصريين بس اللي قسموا، هو أساسا المناخ مصر اللي قسم المحاصيل للأسف ديت. أنا أقصد طبعا أن ليه؟ في لأن هذا كل التقسيم. محصول في ديت محتاج صح درجات حرارة معينة ورطوبة وإضاءة، فترات إضاءة. هم. وبناء عليه تقسيمت كمان عندنا المحاصيل لطول الفترة الضوئية لتلات أنواع. في محاصيل بنقول محاصيل ذات فترة ضوئية طويلة بتحتاج فترة إضاءة طويلة علشان خاطر تزهر وتثمر، وفي محاصيل ذات فترة إضاءة قصيرة محتاج النهار أول ما يقصر تبدأ تزهر وتثمر، في محاصيل محايدة ما بيفرقش معاها طول النهار من قصره وبتظهر في أي وقت زي محصول القطن عندنا، ومحصول دوار الشمس برضو من المحاصيل المحايدة اللي انت ممكن لو زرعته في اي وقت تلاقي منه ظهور. تمام تعال نشوف ثالث نوع حضرتك من اهم المحاصيل الحقلية المعمرة ايوه عن في مصر. ايه هي المحاصيل الحقلية المعمرة عندنا؟ عندنا قصب السكر والبرسيم الحجازي. طبعا قصب السكر مزروع في محافظات الصعيد مصر، والبرسيم الحجازي دايما هتلاقيه في المناطق الصحراوية.
طيب احنا ليه لما قسمنا المحاصيل بتاعتنا صيفي وشتوي ومعمر؟ عشان لما اقعد احسب معامل التكثيف بتاعي، انا عندي فدان زرعته قمح، وحضرتك عندك فدان زرعه برسيم حجازي، انا بعد القمح زرعت ذره، انت بعد البرسيم الحجازي زرعت ايه؟ ما زرعتش حاجه. ليه؟ لان هو البرسيم الحجازي مازال في الارض ايه موجود. عندك، فبالتالي سميناه ايه؟ معمر. فانا لما اقعد احسب معامل التكثيف بتاعك للارض بتاعتك، انت هتطلع نص. ليه؟ لانك هو فدان، ما صح. خدتش حاجه ايه غيره، فدان برسيم حجازي. لكن ولكن انتاجيته انا بتستمر طول السنه يا دكتور، وحصاده بيستمر اكتر من مره، يعني حصاده المعمر. تمام، حصاده اكتر من مره، بس انت اخدت ايه؟ اخدت برسيم حجازي واحد، صح، واحد، تمام. اخدت برسيم ايه؟ حجازي. لكن انا لما اقعد اعمل نسبه البرسيم الحجازي لايه؟ للقايمه كلها، هتطلع قد ايه؟ طيب انا لما اقعد اعمل القمح والذره، الفدان بتاعي دخل عندي بنسبتين، نسبه في القمح ونسبه ايه؟ صح، في الذره، ولكن عند حضرتك فدان البرسيم الحجازي دخل بنسبه واحده. تمام. تمام؟ دي ثقافة وفهم وتعليم المزارع والفلاح في الأرض إزاي يقدر يجني أكتر من محصول، يقدر وإزاي يعمل يستغل ربحية أكتر. المورد اللي عنده او المزرعه بتاعته او الحقل بتاعه، ويقدر يوصل لاعلى ايه؟ انتاجيه واعلى ايه؟ ربحيه. طب ده ما بيخرجش أبدا عن الأمر المباشر من وزارة الزراعة، بأن أنا أزرع مزروع رئيسي عندي مثلا القطن، أو أزرع مثلا زي ما حضرتك قلت قصب السكر. ده ما بيخرجش أبدا في التصنيف، لكني أنا بحمل بزيادة علشان أقدر أجني احنا وأبيع في فترات معينة. دلوقتي في مصر، احنا عندنا مشكلة في مصر. تمام. ايه هي؟ ان الارتفاع المهول في ايجار الارض اثر عندي في الدورة الزراعية. الدورة الزراعية كانت الاول ملزمة، يعني احنا عاملين دورة قطن ثلاثية لمنطقة سين. تمام. المنطقة دي هتزرع المحاصيل اللي مقررة في الدورة، على رأسها القطن كمحصول رئيسي فيها. تمام. ولكن دلوقتي مع الارتفاع الشديد لإيجارات الأرض، خلى الفلاح يلجأ إنه يزرع المحصول الأكثر ربحية علشان يجيب فلوس يقدر يسدد إيجاره ويقدر يسدد إيه؟ حقيقة، عمال. صح. إحنا دلوقتي عندنا في مشكلة في العمالة، في العمالة الزراعية، العمالة بتاعتنا أكبر مشكلة فيها اسمها عمالة موسمية. يعني إيه عمالة موسمية؟ يعني ممكن طول فصل الشتاء الناس مريحة شوية، هنيجي في بداية الصيف فحصاد القمح وحصاد المحاصيل الشتوية هحتاج عمالة كتير، فهنا أصبحت إيه؟ موسمية. فأجرة العامل لو ب 100 جنيه علشان يجيني أحصد القمح بتاعي في ميعادي قبل ما يفرط، هياخد مني 200 جنيه في اليوم. فده من ضمن إيه؟ المشاكل. تكلفة، في تمام. التكلفة هترفع عليا إيه؟ التكلفة، تمام، ودي هنتكلم برضو عليها إيه؟ من ضمن من الأسباب. ضمن الأسباب. طب هل وصلنا لمعامل التكثيف الزراعي؟ وإيه هو معامل التكثيف الزراعي؟ هنتكلم عن معامل التكثيف الزراعي، بس لسه نعيد ما خلصناش برضو الحتة الخاصة نعيد بالتكثيف. برضو تعريف التكثيف الزراعي، علشان أبنائنا الطلبة لما يجي لهم السؤال عرف التكثيف الزراعي أو عرف التحميل، يقدر يجاوب عليه صح. اتفضل. يقصد بالتكثيف الزراعي تكرار زراعة الأرض أكثر من مرة واحدة خلال العام بإنتاج محصولين أو أكثر. تمام. يبقى احنا كده قلنا خلال إيه؟ العام. يبقى التكثيف نحط له كلمة عام ونحط تحتها 10 خطوط. على طول. يبقى أبنائنا الطلبة لما يكتب معايا التعريف يكتب تكرار زراعة الأرض أكثر إيه؟ من مرة واحدة خلال العام بإنتاج محصولين إيه أو أكثر. يعني أنا زرعت في الصيفي محصول وفي الشتوي محصول، وممكن كان فيه ما بين الشتوي والصيفي شهرين أو شهر ونص فاضيين، ممكن أخش بمحصول تالت في وسطيهم عمره إيه؟ قصير، زي محصول البطاطس. في ناس بتزرع البطاطس مع عروة محيرة بتتحصد بعد 50 55 يوم. تمام؟ فأنا دخلت كده في العروة المحيرة إيه؟ سميناها العروة النيلي. كعروة إيه؟ نيلي. فأنا أصبح عندي 3 عروات، صيفي وشتوي إيه؟ ونيلي. في واحد يقول لك لا، أنا هريح الأرض إيه بتاعتي، هزرعها شتوي وصيفي وخلاص، والفترة اللي ما بين الشتوي والصيفي هسيب الأرض إيه؟ مريحة. ده استخدم في كده في التكثيف المحصول بتاعه، وزرع أرضه إيه؟ مرتين بس. معنى تريح، معنى تكلفة أقل، معنى أن الأرض تدي إنتاجية أعلى. إنتاجية أعلى. تمام. تمام. معامل التكثيف الزراعي، إيه هو معامل التكثيف الزراعي؟ هو نسبة الأرض المشغولة بالمحاصيل في السنة إيه؟ الواحدة. تمام. نسبة الأرض المشغولة بالمحاصيل في السنة إيه؟ الواحدة. الواحد. أنا عندي 1000 فدان، الـ1000 فدان دول زرعتهم
ألف الفدان زرعتهم في الصيفي في شتوي قمح، تمام. وفي الصيفي زرعتهم نصهم زرعتهم قطن، والنص التاني زرعته ايه؟ ذرة شامية. يبقى نسبة النسبة المشغولة هنا عندي هتكون قد ايه؟ هتكون 3 لفين؟ في الموسم الواحد، الواحد، تمام. تمام؟ اخدنا في الشتوي واحد، وفي الصيفي اخدنا ايه؟ اتنين، محصولين، تمام. تمام؟ وليه تعريف تاني؟ هو ناتج قسمة المساحة المحصولية على المساحة ايه؟ الحقلية. وهنا هنقف وقفة بسيطة، هنقف وقفة نعرف ايه هي المساحة المحصولية وايه هي المساحة ايه؟ الحقلية. الحقلية، تمام. حضرتك تمتلك في كام فدان؟ امتلك 10 فدادين، دي اسمها مساحة ايه؟ حقلية، حقلية. تمام. طب ال10 فدادين دول انا زرعتهم 10 10 في شتوي، زرعتهم قمح في شتاء، اتنين، وزرعتهم ذرة ايه في الصيف، اذا المساحة المحصولية عندي هنا قد ايه؟ 10 و10 20، 20. يبقى المساحة المحصولية هي المساحة الحقلية، ولكن بجمع المحاصيل اللي اتزرعت ايه فيها طول السنة، صيفي وشتوي وشتوي. او موجود معمر هيخش ايه معايا. يبقى المساحة الحقلية مساحة الارض الثابتة، مساحة المزرعة بتاعتي، او مساحة الحقل ايه بتاعي، المساحة الحقلية. المساحة المحصولية للمساحة المنزرعة طول السنة في نفس ايه قطعة الارض دي. حضرتك قلت ان احنا في بعض المزارعين بيتوقفوا في النص، يقول والله انا اريح الارض. هنا بقى الشطاره يا فندم، يعني انا اقدر احمل، الدوله طبعا هتكسب اكتر والمزارع يكسب اكتر لو انا حملت، لكن لو انا ريحت هبقى مكسبي مش اكتر. لكن في حكمه، عاوزين نعرف ايه الحكمه. حكمة ان انا اريح الارض بتاعتي ان انا بحافظ على خصوبة التربة. تمام. ما انا علشان خاطر اشغل حاجة، مش زي المثل احنا قاعدين في المزرعة بقى ما وهقول في لك ايه؟ صيانة. لا هقول لك ما تيجي هنخرب ساقية ونعمر طاحونة. صحيح. ماشي. فانا ممكن اعمل ايه مشكلة ان انا احمل حاجات غلط مجهدة للارض تأثر لي على الخواص الطبيعية للارض، وتحولها لي من خصوبة الى ايه متدهورة او متصحرة في الأرضين الصحراوية في الارضين في والطينية، الصحراء. في رغم ان انا بدي الارض سماد بس وبدي الارض عايزين، بس غذاء. احنا عايزين نقف عند اتفضل. في الارضين. نعم. الارض الطينية ديت الخصب طبيعي فيها. يعني ايه خصب طبيعي؟ بتتوفر فيها المادة الغذائية طبيعية، دي بفعل الرواسب اللي جابها نهر النيل موجودة معانا هنا ايه في طمش، التربة الطينية. تمام. ولكن التربة الرملية فقيرة في العناصر الغذائية ولا تستطيع الاحتفاظ بالعناصر ايه الغذائية. تمام. فأنا علشان خاطر أخليها تدي محصول أنا بضيف لها العناصر ايه الغذائية. تمام. فعشان كده مسميين الخصب بتاعها خصب مؤقت. تمام. ليه؟ لأن الخصب المؤقت ده هيديني محصول، ولكن إذا شلت الخصب ده مفيش ايه محصول. تمام. ولكن الأرض الطينية أنا ممكن أزرع فيها البرسيم من غير ما أديله سمات، ويشتغل معايا واخد منه 4 حشات 5 حشات زي الفل، وإنتاجية إيه عالية. فانا هنا مع الارض بقى الزراعه، الارض الصحراويه انا ممكن اعمل ده لان انا كده كده بكلف الارض، تمام. لكن الارض الزراعيه الطينيه انا بستثمرها وبحاول اخليها تجدد نفسها تجدد بنفسها. تجدد التجديد نفسها. هنا للجذور يا دكتور برضك، الحته الصغيره دي بتهم ابنائنا. يعني مثلا انا باجي محصد وحصاد بسيب الجذور بتاعت بسيب الجذور، ما بنقولش عليها بقى جذور، نقول عليها مصطلح تاني حلو كده عندنا في المحاصيل، نقول عليها بقايا المحصول السابق. الله عليك، الله. بقايا المحصول السابق ده ممكن ايه بقى؟ ممكن الجذر اللي انا سبته في الارض، جزء من الساق بعد عملية الحصاد تكون حوالي 5 سم كده انا سبتها، تمام. هتبدأ تتكسر، ولما حرت الارض هتتقلب ايه كليا معاه وتبدأ تتحلل. في وقت التحلل بتاعها ده بتتحول لي الى عناصر غذائية هتفيد للمحصول اللي جاي ايه الله عليك، بعدين. الله عليك. يبقى طيب. نقول لها بقايا بقايا، المحصول السابق. جميل قوي. اهم المحاور الرئيسيه للتكثيف يا دكتور، هل دخلنا فيها ولا لسه دخلنا قدامنا؟ فيها نتكلم عن التحميل. تمام. اهم محور عندنا تمام. اللي هو ايه؟ التحميل. تحميل. ايه هو التحميل؟ وقلنا التعريف بتاعه من شويه تمام. لما قلنا لازم نفرق ما بين تعريف التحميل تكثيف والتحميل. وتعريف التكثيف. تمام. اذا فالتحميل معايا في اول محور في المحاور هو زراعه محصولين او اكثر في مساحه من الارض في نفس الموسم، في نفس ايه موسم الموسم، لتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية والمناخية إيه المتاحة لرفع إنتاجية وحدة إيه المساحة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي فدان، الفدان ده أنا هزرعه ذرة وهحمل معاه
فول صويا الاثنين محصولين ايه صيفي، بس هيكون ليهم شروط، والشروط دي هنتكلم ايه عليها. تمام. انا عظمت الانتاجيه بتاعتي ازاي؟ الفدان هو واحد، زرعته محصولين، كميه الميه اللي انا هضيفها هي واحده، انا هروي كل 8 ايام الريه، هروي بها كم محصول؟ مرتين محصولين مش محصول واحد. مرتين تمام. طيب كميه السماد اللي انا هضيفها هتخدم معايا كم محصول؟ هتخدم اتنين محصولين مش محصول ايه؟ واحد واحد. العمليات الزراعيه سواء عزيق او مقاومه افات مرة واحدة ماشي مره واحده هتخدم كم محصول؟ اتنين محصول هتخدم محصولين مش صح محصول ايه؟ صح واحد. فدي اللي هي تعظيم ايه؟ الفوائد. الفايده من التحميل. يبقى تعريف التحميل هو زراعه محصولين او اكثر، يعني ممكن محصولين وممكن ثلاثه في وحده المساحه، في مساحه من الارض في نفس الموسم، لتعظيم الاستفاده من الموارد الارضيه والمناخيه المتاحه لرفع انتاجيه وحده ايه؟ المساحه. جميل. طيب المتناوب بقى، هل هناك تناوب؟ فيه صور، في صور بقى، فيه صور صور، هي ده بقى الصور اللي هنا هنتكلم عنها. صور بقى، نخش نتكلم عن صور ايه؟ التحميل. التحميل. ايه هي صور التحميل اللي احنا ممكن ايه نشوفها؟ صور التحميل اللي انا ممكن اشوفها في الحقل عندي وفي المزرعه، اول حاجه التحميل المتناوب، تاني نوع تحميل مختلط، وهنتكلم عن كل نوع من الانواع ديت تمام باستفاضه بالشرح بتاعه، تمام. ثلاثة التحميل في خطوط، يعني أنا أحمل المحصول بتاعي في خطوط. تمام. أربعة التحميل في شرائح، إن أنا أزرع شريحة وشريحة، وهنعرف إيه الأشكال بتاعتها. تمام. تعالوا نشوف أول حاجة التحميل المتناوب. المتناوب. إيه هو التحميل المتناوب؟ التحميل المتناوب تعرفه يقصد به زراعة محصول أو أكثر تحميلا متداخلا مع المحصول الرئيسي وفي خلال مراحل نموه العظمى. يعني إيه مراحل نموه العظمى؟ يعني موسمه أنا تاني. دلوقت زرع قمح وانا هحتاج الارض دي ازرعها قطن، بس لو استنيت ان انا احصد القمح وازرع القطن، القطن معايا هيأخر، فانا هزرع القطن بتاعي في قلب ايه؟ القمح. بس امتى؟ في وقت طرد السنابل، في وقت مرحلة النمو ايه؟ العظمى. ما انا قبل كده لما القمح ما كانش طارد سنابل مش في المرحلة العظمى، ولكن من ساعة ما طرد السنبلة هو كده ابنه اللي انا هرعاه، اللي انا هاخد منه الحبوب وهاخد منه يبقى انا الانتاج. استفدت بالارض في لو الفتره اللي باظت فاتت وابدا بقى وهبدا ايه فيها. نيجي بعد كده نشوف، ويزرع المحصول المحمل بعد وصول المحمل عليه مرحله ما بعد التزهير وقبل النضج ايه النهائي. يبقى احنا عرفنا من التحميل المتناوب ان عندي محصول اسمه محمل ومحمل ايه عليه. المحصول المحمل عليه ده هو الرئيسي، ولكن المحصول المحمل ده هو ايه؟ الثانوي. تمام. اللي انا بزوده زياده على الارض. من امثله التحميل المتناوب تحميل القطن على الفول البلدي، تحميل القطن القطن رئيسي كده، ايه؟ القطن رئيسي، القطن محصول رئيسي، رئيسي تمام. هتلاقي القطن دايما ايه؟ واخد صدارة. صداره. ولما نخش في الدورات الزراعيه ان شاء الله في الحلقات القادمه هنعرف ان الدورات الزراعيه من ضمنهم محصول القطن هيكون محصول رئيسي، بتسمى الدورة باسمه، يعني بقول دورة قطن ثلاثية أو دورة قطن رباعية أو دورة قطن إيه ثنائية. دي من ضمن المحاصيل الرئيسية الخمسة الموجودة عندي في مصر، لأن أنا عندي خمس محاصيل رئيسية تسمى الدورة إيه بأسمائهم، القطن والأرز وقصب السكر والفول السوداني للأراضي الجديدة، والقطن في الأراضي إيه الملحية أو الأراضي اللي تزرع إيه أرز. جميل. ودي اللي ماشي. الدولة بتحدده وبتلزمه الدولة اللي على بتحدده الناس. وبتلزمه. عندي تالت صورة من أمثلة التحميل المتناوب، تحميل القطن على بنجر سكر. شوف ادي احنا قلنا ايه؟ تحميل قطن على فول بلدي، تحميل قطن على بصل، تحميل قطن على ايه؟ على بنجر سكر. وخلي بالك في الحتة دي، وتحميل القطن على القمح، وتحميل البرسيم على الذرة الشامية. تعال نبص في الأمثلة للتحميل المتناوب، قلنا ايه؟ تحميل قطن على فول بلدي، القطن ايه؟ صيفي، ولكن بيزرع ايه؟ مبكرا في شهر فبراير، وانا الفول البلدي هحصده في شهر ابريل. يعني لما نروح مثلا تخش فصول الربيع وشام النسيم وكده في شهر ابريل، حتى بنقول دخلنا على شهر برمهات، برمهات روح الغيط وهات من السبع حبوب، يعني هتجيب ترمس وهتجيب فول بلدي وكل الحبوب هتلاقي بقت كلها موجوده. موجودة. الفلاحين زمان والمزارع المصري القديم قال لك برمهات روح الغيط ايه وهات. وهات، يعني هيكون موجود عنده ايه كل حاجه. القطن عندي موجود على البصل، البصل ايه برضو شتوي والقطن صيفي. تحميل القطن على بنجر السكر، القطن صيفي وبنجر السكر شتوي. تحميل القطن على القمح، القمح عندي
برضو شتوي والقطن ايه صيفي. اخر نموذج في امثله التحميل المتناوب تحميل البرسيم على الذره الشاميه. ليه؟ لان انا ممكن الذره الشاميه زرعتها متاخر وانا عايز ابكر بالبرسيم بتاعي، فالمزارعين بيلجأوا على ايه؟ انه يورق العيدان والذره من تحت، يشيل الورق فيها ويبدر البرسيم ايه فيها ويزرعه. ده اسمه تحميل البرسيم على الذره ايه الشاميه. هنشوف صوره، ممكن نشوف مع بعض، دي صوره بتوضح لنا التحميل المتناوب للقطن على القمح. ده الخطوط بقى يا دكتور، ده لا دي مش الخطوط، لا هو القمح على خطوط معمول على مصاطب وفيه خط في النص اتزرع ايه، ولكن ده تحميل متناوب. ليه؟ لان احنا قلنا التحميل المتناوب لان القمح عندي هنا اساسي فطور طرد السنابل، طرد السنابل بتاعته، ولكن القطن هنا اتزرع ايه في الوقت ده، تمام. فعشان كده تسمى ايه متناوب، لان احنا لما هنخش على التحميل صور التحميل على خطوط هلاقي ان المحصول المحمل والمحمل عليه بيزرعوا في نفس الوقت في نفس يوم الزراعه. جميل. ده ما مع ده، ولكن هنا اختلف ايه الميعاد، لان عندي القمح في مرحلة طرد السنابل والقطن لسه ايه طلع صغير، يعني ايه لسه ايه جميل. مظهر. طب الجني بقى، يعني ساعات بنجني حاجة قبل حاجة ولا بنجني كله مع بعضه؟ لا طيب بتجني الخطوط حاجة دي مش قبل حاجة. هتخليني، مفيش في حيز اقدر لا اتملك. في حضرتك ركز معانا في الصورة كده شوية تمام. وبص هتلاقي. ليه؟ لأن من شروط التحميل ان ساعة الجمع او الجني ان ما يعوقش عملية ايه الجني الجني، المحصول يعوق ايه ولا التاني، بوظ واتلف المحصول التاني. واتلف وابوظ الحاجات صح دي. كده، وفي شروط هنتكلم عليها برضو ايه باستفاضه ان شاء الله. جميل. ادي صوره تانية بتوريني التحميل المتناوب للقطن على البصل. تمام. زي حضرتك شايف البصل تم ايه جمعه وموجود ايه فستور، والقطن لسه طالع البادرات ايه بتاعته ايه صغيره، شجره القطن وهي صغيره اسمها بادره، تمام. البادره لسه طالعه ايه صغيره حتى ما وسوسش. يعني ايه ما وسوسش؟ يعني ما بداش يطلع الزهور ايه بتاعته. تيجي معانا برضو التحميل المختلط، تاني نوع. ايه هو التحميل المختلط؟ انا هخلط حاجتين ايه على بعض، بس في التحميل المختلط مش هقدر افصل ما بين المحصول المحمل والمحصول المحمل ايه عليه. ليه؟ لان انا داخلين في خلطت بعض البذرة مع مع بعض. بعضها، يبقى لازم اجنيها مع بعضها لازم تحصد مع مع بعضها، بعضها. تجنى مع بعضها، ده التحميل ايه تمام المختلط. تمام اكتر صورة بنشوفها في التحميل المختلط اللي هي المخاليط العلفية. المخاليط ايه العلفية؟ العافية. ان انا بروح ازرع البرسيم وازرع في قلب شعير، دي اسمها مخلوط ايه علفي، او ازرع البرسيم وازرع جواها قمح برضو مخلوط ايه علفي. انا لما اقعد احش البرسيم مش هحش البرسيم واسيب القمح، او احش البرسيم واسيب الشعير، لا هيتحش الاتنين ايه مع بعض. مع بعض. افرقهم بعد كده في البيع ولا بحطهم مع بعض وبطلع هو منهم حبوب؟ اسف الحيوان بيتناول الاتنين الاثنين مع مع بعض، بعض. الاتنين ايه مع بعض، لان طب هنا هيكون في بيبقى فيه صعوبة. غذاء متكامل ايوه للحيوان. ديت اللي هي تعظيم القيمة الغذائية للمحصول العلفي ايه تمام عندي. حقيقة. التحميل المختلط التعريف بتاعه يقصد به التحميل بدون نظام للمحصولين الرئيسي ايه نرميهم والثانوي، مع بعض كده. الاتنين مع بعض. انا بجيب التقاوي بتاع البرسيم وتقاوي البرسيم واخلطهم الاتنين مع بعض وابدر ايه في الارض بتاعتي، فانا تمام. ما فرقتش في المكان، حتى ما حددتش مكان ما هتنزل حبة البرسيم ومكان ما هتنزل حبة الشعير، الاتنين نزلوا ايه تمام. جنب بعض لكن انا بنفس. اقدر اعمل برضك تفرقة بينهم، لكن ما يستحبش ما التفرقة، يستحبش، لان في الاخر هتبقى صعبة، هجمعهم مع هتبقى بعض مكلفة، حقيقة، هتبقى وهبقى صعبة مشكلة بقى ان انا ومكلفة. بجمعهم مع بعض واقلبهم مع بعض. تمام. تمام. دي صورة بتوضح لنا شكل التحميل اللي هو ايه المختلط او باين حتى للمخاليط ايه مليان مع بعض وخضرة كله داخل واحدة. في بعضيه، تمام. انت تقدر تفرق هتلاقي ده جنب ده جنب كله داخل ايه في بعضيه. ايوه. ولكن لما نشوف الصور التانية اللي هو التحميل في شرائح او التحميل في خطوط، هنلاقي خط للمحصول الرئيسي وخط للمحصول ايه الثانوي، ده حقيقة. يختلف عن ده، علشان لما اجي احصد او اعمل عملية الجني تكون العملية عندي ايه سهلة تمام. وكويسة. حضرتك ذكرت ان احنا لما بنشيل بنسيب الجذور وبواقي النبات، لكن لما بنيجي نحرد بندخل الارض ونعملها، هل ده ممكن يعوق عمليه الزرع المستمر؟ يعني انا لازم ادي فتره معينه، اسبوع او 3 ايام او 4 ايام احرد فيها الارض ايوه طبعا واظبطها وابدا اعملها، طبعا، هل ده ممكن من ياخر شروط الزراعه؟ الحرد هو مش هيأخر، هو ايه مش هيأخر، انا عندي مده فتره بسميها اعداد الارض قبل الزراعه. تمام. اعداد الارض قبل الزراعه من ساعه ما بشيل المحصول السابق
بسيب الارض بالبلدي كده بنقول عليها بتتشمس، ولما بحرتها الحارتة الاولى وبسميها حارتة فك، ان انا بفك الارض بتاعتي، بأدي فرصة لعملية التبادل الغازي، لان والبكتيريا الارض بتشتغل البكتيريا النافعة تشتغل، بتشتغل المضرة انا بعرضها للشمس تتحمص وتبدأ تموت. فانا ممكن ما بين الحارتة والتانية اسيب يومين او او ثلاثة، فترة الاعداد كلها مش هتأثر عليا في حاجة، لان فترة الاعداد ممكن تخش معايا من 15 ل 20 يوم. يوم يعني اعمل عملية الحارتة، اريح ما بين الحارتة والتانية، اسيب الارض تتهوى اشمسها تتشمس، شوية اشمسها شوية، اسويها، بعد كده ابدأ اخطط، ابدأ اقسم واقطع الارض جميل بتاعتي اعدادا لاعداد الارض للزراعة. تمام. تالت نوع معانا في انواع التحميل، التحميل في خطوط اللي حضرتك قلت عليها من شوية، وقلنا هنوضحها في والفرق ما بينها وبين التحميل المختلط، وازاي هتيجي الصورة بتاعته سهلة في تمام الحصد. التحميل في خطوط هو التعريف بتاعه؟ يقصد به تحميل المحاصيل مع بعضها في نظام محدد وواضح تمام في خطوط منفصلة، او على نفس الخط، او على نفس الخط الخط. يعني انا عندي الخط اهو زي ايدي كده، فيه ريشة، الريشة ديت الإبلية لو أنا زرعت عليها بسميها الريشة العمالة، الريشة البحرية أنا بسيبها فاضية بقول عليها الريشة البطالة. أنا لو حملت على نفس الخط فأنا هزرع على الريشة الإبلية وهزرع على الريشة البحرية على سبيل المثال، فأنا أصبح عندي الريشتين أصبحوا ريشتين عمالة، ما عنديش ريشة بطالة. بطال الريشة العمالة اللي أنا بزرع عليها ودايما بتكون اللي هي ناحية الشمس، عشان الشمس لما تطلع يكون النبات عندي يستفيد أعظم استفادة من أطول وقت ممكن فترة ممكنة أو وقت ممكن فين لتعرضه لأشعة الشمس، العمالة عشان اللي هي واخدة كيرف لا غويطة لا 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 يعني العمالة هي نفس البطالة، ولكن العمالة اللي فارق بينها وبين البطالة إن أنا اللي زرعت في الجورة، الناحية اللي أنا زرعت فيها ايوه بسميها عمالة، ما بينهم بقى يا دكتور ما بينهم ظهر الخط. ظهر الخط اللي هو يعتبر تبة صغيرة جدا التبة الصغيرة ديت تمام ظهر ظهر وده الخط، مقصود بيها علشان ابين الخطوط بينها وبين بعض تبين الخطوط وتبقى واضحة. يبقى تمام التحميل في خطوط زي ما قلنا يقصد في تحميل يقصد به تحميل المحاصيل مع بعضها تمام في نظام محدد وواضح في خطوط منفصلة أو على نفس الخط. تمام دي صورة بتوضح لي تحميل الذرة الشامية مع دوار الشمس، الصورة بتوضح لي تحميل الذرة الشامية ما مع دورش دوار الشمس. هتلاقي دوار الشمس اللي هو كان اسمه زمان عباد، والعباد الله سبحانه وتعالى، دوار الشمس موجود في خط والذرة الشامية في موجودة خط. في خط تاني يعني العمل التحميل ده النموذج ده معمول خطين وخطين، تمام خطين دوار وخطين ذرة زي شامية ما احنا شايفين كده زي ما قدامنا احنا شايفين في الصورة. وفي نموذج تاني للصورة برضو تحميل فول الصويا على الذرة الشامية، الفول الصويا موجود برضو على خطوط والذرة الشامية موجودة على خطوط. في واحدة أوسع شوية وواحدة أضيق شوية ولا ده تمام؟ ديت ممكن لان هو الفول الصويا ممكن عايز انا عايز تلتين الارض الأرض فول صويا تمام والتلت ذره شاميه، فانا لو عملت اربع خطوط فول صويا بعمل خطين ذره شاميه، تمام انا عايز النص والنص هعمل خطين ذره شاميه وخطين فول صويا. طب المساحة ما بين العمال والبطال حضرتك قلت إن في فرق ما بينهم مساحة صغيرة تبة ظهر صغيرة الخط هل دي ممكن مع مجموع التبات بتقلل مساحة الأرض الزراعية فنحتاج مثلا إن احنا نحط حاجة بلاستيك مثلا تفصل ما بين الاتنين ويبقى كده احنا أخدنا أكبر مساحة ممكنة لا 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 هو احنا لكن بس الفصل بس هو هو الفصل الفصل هو ظهر الخط ده لازم ظهر الخط ده يعتبر العمود اللي ساند او الحجر الاساس اللي ساند النبات بتاعي. ليه؟ لان انا على سبيل المثال نبات الذرة ده طوله قد طويل صح طويل، تمام؟ فلما ظهر الخط وراه سنده، فلما تيجي هوا ما يقعش ما يقعش. ليه؟ الله لان هيبدا الذره ديت يطلع لي حاجه اسمها جذور هوائيه تبدا تمسك في ظهر الخط. يبقى احنا عرفنا الحتة اللي في الوسط ديت هي هي ظهر سنادة ظهر النبات الخط ده اللي انا بسند بيه شويه التراب دول اللي هم ساندين لي النبات بتوعي، حاملين النبات من اي لكن انا عارف هواء. بقى اتجاه الهواء هنا يا فندم يعني انا عارف وانا بزرع اتجاه الهواء اتجاه بيجي لي الهواء ايه فين؟ ايوه يبقى انا هزرع في تمام. الحته دي علشان ما الاقيش تسند من هنا، النبات لما اعمل يقع لما اقعد اخطط اخلي الخطوط بتاعتي في اتجاه هبوب الرياح. تمام ازاي في اتجاه هبوب الرياح؟
عشان حضرتك لو ما الخطوط بتاعتي زي ايدي كده ويجي الهواء ماشي هيمشي في وصلت. بطن الخطوط ايوه بطنها، على طول ايوه صح، ماشي، مش هيحصل مش حاجه. هيف طب لو انا عملت التخطيط بتاعي عكس اتجاه الرياح، هيخبط فيك. فالنباتات بتاعتي هتبقى زي الستاره، فهتيجي الهواء كده مصدر هنا يجي منيم لي ايه النبات بتاعي. فده من البدايه دي من الاخطاء الفنيه. فاحنا في البدايه في المنهج بتاع الصف الاول الزراعي لما بدي له اعداد الارض للزراعه وبقول له من الاخطاء الفنيه ان انا بعمل خطوط وانا مش عكس عارف اتجاهات اتجاه الرياح الرياح، مش ايه. عارف اتجاه بتاثر عليا. لكن في رياح موسميه بتاخد وقت معين، بتبقى جايه لنا من اماكن مختلفه، دي بس دي بالبركه بناخد بقى احتياطاتنا بيها بزراعه مصدات الرياح حوالين ايه حوالين الحقل حوالين الحقل، او طبعا. اجراء عمليه اسمها عمليه التزريب لو انا عندي اعمل حاجه اسمها زرب باستخدام احطاب المحصول ايه السابق زي احطاب كلها الذره عمليه كده. عقليه يا فندم، الزراعه عقل وتفكير. عقل وتفكير وبالممارسه والخبره تقدر ايه تشتغل. الله عليك. عندنا صوره ممكن حضراتكم تشوفوها برضو، ديت فيديو بيوضح لي التحميل لفول الصويا مع الذرة الشامية. زي حضرتك ما شايف ده عمره 40 يوم، ده عمر 40 يوم، هتلاقي الذرة الشامية على خط والفول الصويا ايه على خط. ده نبات الفول الصويا، وادي جبنا شكل ايه الذرة الشامية في عملية ايه التحميل على خطوط. ده نموذج من النماذج اللي احنا شفنا الصور ايه بتاعتها، بس احنا الصورة اللي احنا شفناها في عمر ايه متقدم، يعني كان محصول الذرة ايه علي وبدأ ايه يخرج الكيزان ايه بتاعته، والفول الصويا بدأ ايه القرون بتاعته ايه تحت. زي حضراتكم ما شايفين الفيديو بيوضح لي ديت عملية تحميل ذرة شامية على الفول الصويا زي ما حضراتكم شايفين، والفواصل ما بين ايه الشرائح وما بين ايه الخطوط. ليه احنا دلوقتي المسافة ما بين الخط والتاني اسمها بطن الخط ممكن امشي فيها، والكاميرا وضحتها لي اهيت علشان اقدر اخدم ايه المحصول بتاعي. ده فيديو بيوضح لنا صورة من صور ايه التحميل. هنخش لرابع نوع اسمه التحميل في شرائح. يعني ايه التحميل في شرائح؟ انا لما عديت الارض بتاعتي اعداد قبل الزراعة على زراعة اي محصول ببدأ اقسمها عن طريق الأوني والبتون. انا عملت قناية في نص الارض قسمت لي المساحة ديت الى شريحة، شريحة يمين وشريحة ايه شمال. شمال. فانا لما اجي ازرع في شرائح هزرع شريحة مثلا فول وهزرع شريحة ايه ذرة، دي اسمه ايه ده في شريحة منفصلة وده في شريحة ايه منفصلة. ده عملياته بتتم لوحده وده عملياته ايه بتتم لوحده لوحده، ولكن هو ايه في نفس الحقل ايه بتاعي في نفس ايه الفدان. تمام. فتعريف التحميل في شرائح يقصد بهذا النظام من التحميل زراعة المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي في شرائح وفي وقت واحد، وبحيث تبتعد هذه الشرائح ايه عن بعضها، بتفصل بايه أناي بالأناية او البتن. الأناية وايه والبتن اللي انا البت ايه اللي هو البتن الارتفاع التبة اللي هو خط بقطع فاصل. به الخطوط فاصل ما بين الأنا دي والأنا دي تمام. بسميه بتن. في الفلاحين والمزارعين بيقولوا عليه طاش، انا عندي طاش او عندي بتن حسب ايه المسمى. لان احنا عندنا هنا في مصر من اسكندريه لاسوان في جميع المناطق فيه مسميات بتختلف، المسمى يختلف من مكان ايه لمكان، طبعا حتى في كل بيئة. الاله اللي انا بستخدمها. يعني على سبيل المثال انا عندي منقره صغيره، المنقره الصغيره ديت بنقول عليها منقره، في بلد تاني يقول لك مسحه. انا لو قلت له منقره انا عايز مش منقره هيفهم. مش هيفهم، اقول له هات مسحه يجيبها، ما هي دي المنقره. يقول لك لا عندنا اسمها ايه مسحه. اروح مكان تاني يقول لك لا انا عايز العواكه، ايه هي العواكه؟ هي برضو المنقره وهي ايه تمام. المسحه. اروح مكان تاني يقول لك ادومه، يبقى لازم المهندس الزراعي يكون ملم ملم بالمصطلحات اللي ايوه احنا بنقول عليها ايه صح مصطلحات، صح عشان خاطر المصطلح بيختلف من مكان الى التاني احنا عندنا، وبيختلف حتى في المحاصيل. انا لما اتكلم عن ريه، اول ريه بعد عمليه بعد الزراعه بسميها ريه المحياه. احنا بنقول كمهندسين بنقول ريه محياه، في ناس في منطقه تانية بيقولوا اسمها المسح، في ناس في منطقه تانية بيقولوا عليها البوغه، في ناس في بحري بيقولوا عليها التشتيه. الله يعني شوف اسم لعمليه واحده اختلف
من مكان إلى مكان. هنا ممارسة عشان أعرف الأسماء، ولا هنا علم اسم علمي واحد وبيديني مع الاسم العلمي اللي احنا بندرس بيه بعض الأسماء التانية هو علشان يديني اسم بيه؟ علمي احنا بندرس بيه ومعاها المصطلحات الزراعية الشائعة، أيوة، علشان ما مصطلح زراعي يبقى شائع. واخد الجرعة مرة واحدة. الله ينور عليك، اللي واخد الجرعة ايه مرة واحدة ابقى عارف. انا لما اقعد اتكلم مع المزارع او مع الفلاح ويلاقيني انا فاهم الحاجات بتاعته وبقدر افهم لغته هيسمع لي. هيسمع لي، لكن لو ما انا اتكلم بمصطلح صعب عليه هو مش فاهمه وانا قال لي مصطلح انا تاني مش فاهمه، يبقى انا اصبحت في مكان وهو ايه في مكان تاني ايه الله خالص. عليك. يبقى احنا معلش هنرجع للتحميل في شرائح تاني في التعريف بتاعه ايوه عشان نكمله. يقصد بهذا النظام من التحميل زراعة المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي في شرائح في وقت ايه واحد، تمام، وبحيث تبتعد هذه الشرائح عن ايه مع بعضها بعض. بما يسمح بأداء الخدمة مع المحافظة على مميزات ايه التحميل. تمام، ديت صورة بتوضح لي التحميل ايه في شرائح ايه صغيرة. برضو دايما اكتر نموذج شائع وانت هتشوفه تحميل الذرة الشامية مع الفول الصويا. تمام، ليه احنا دايما بنجيب في النموذج ده دايما ذرة شامية مع فول صويا؟ اشمعنى المحصولين دول؟ كنت هسأل حضرتك السؤال. انا ليه؟ عايز عشان الأرض افهم مثلا، ولا علشان الطول متجانس؟ من شروط التحميل، من تمام، شروط ايه التحميل التحميل، تمام، ان تخدم، شوف، ان تخدم المحاصيل بعضها البعض، أن الله، تخدم بعضها إيه البعض. البعض. يعني إيه تخدم بعضها البعض؟ يعني هجيب محصول نجيلي بيجهد التربة، هزرع معاه محصول بقولي بيريح التربة بيغذي التربة، بيغذي التربة، يبقى ده بياخد من هيوفر ده، غذاء للمحصول ده. ماشي، ده دي متكافلين مع بعض صح؟ الله ينور عليك، عيشة إيه تكافلية. في حاجة كمان، أنا عندي محصول سطح الجذور وعندي محصول متعمق إيه الجذور. الجذور لما صحيح. أزرع الاتنين مع بعض أزرع واحد سطحي وواحد إيه هم متعمق، هم علشان واحد ياخد المادة الغذائية في الطبقة السطحية هم والتاني ياخد المواد الغذائية اللي في الطبقة إيه الله اللي تحت الله، إيه اللي على عمق. تمام، كله ولكن لو فكر. أنا خليت الاتنين سطحي هيستنزفوا لي العناصر ويضع في الغذائية الأرض ويتعبوا في كمان الأرض. مع شوية هواء يكسروا بعض. تمام كده. فوائد التحميل، تعال نشوف بقى مع بعض ايه فوائد ايه التحميل. التحميل. ايه هي فوائد التحميل؟ اول فايدة رقم واحد، زيادة محاصيل الغذاء الشتوية اللي هي القمح والبصل والثوم وبنجر سكر دون الاخلال بالتركيب المحصولي في الدورة. الله، شفت، أوفر في الأسواق كل الناس عاوزينه. الله ينور عليك. يبقى زيادة محاصيل الغذاء ايه الشتوية، تمام، قمح بصل ثوم بنجر سكر، من غير ما اعمل خلل في الدوره الزراعيه بتاعت المنطقه ايه بتاعتي. اللي أنا فيها، دي اللي اول ايه أبعد الأساسي بقى، اللي هي الحاجة الأساسية الحاجه الاساسيه ألتزم بيها. التزم بيها. تمام، تاني فايده زياده انتاجيه وحده المساحه من الارض لكل من المحصولين المحمل والمحمل ايه عليه، عليه. تمام، يعني انا عندي المحصول الرئيسي زرعت عليه حملت ايه عليه محصول، زي انا لما اقول محصول الذره محمل على فول صويا يبقى هنا مين الاساسي؟ الذرة، بقول محصول ذره انا عندي حقل ذره محمل على محمل فول على، يبقى صويا. الذرة الأساسي لا، محمل على، محمل المحمل على على هو الفول صح يبقى كده؟ ايه ايوه الفول، صح، الفول ايه اللي بيشيل الاساسي هو اللي بيشيل. هو اللي بيشيل، هو يبقى اللي هنا تحت والتاني الاساسي اللي عندي فوق. ايه تمام، الفول. تمام، ولكن لو انا قلت فول صويا محمل على ذره شاميه هيبقى الذره يبقى هي هنا الاساس. ايه الذره ايه الشاميه. يبقى الفرق بين المحمل والمحمل عليه، المحمل هو الثانوي والمحمل عليه هو هو ايه الاساسي. الرئيسي. تمام، رئيسي. تالت فايده معانا في التحميل زياده العائد الاقتصادي وتوزيعه على مدار العام بحيث يمكن تلافي اضرار الاعتماد على زراعه محصول ايه واحد. وده اللي بيشتكي منه وده المزارعين اللي بيشتكي منه والفلاحين. ايه المزارعين والفلاحين. ليه انا دلوقتي معرض ان انا زرع محصول يحصل عندي ايه خساره، فانا المحصول اللي انا حملته يشيل معايا ايه في الخساره. طيب انا راجل على قد حالي علشان خسارة بقى في السعر يا دكتور، ولا خسارة في مثلا نقول حشرة معينة جت هجمت على هو النبات ده او اي حاجه هينتج عنها خساره، اذا خساره في السعر. الحشره هتعمل لي خساره في السعر، ظروف جويه هتعمل لي خساره في السعر. على سبيل المثال احنا اعطيته
في حلقات قبل كده تمام ومثلنا محصول المانجا. تمام اه محصول المانجا ايه اللي حصل فيه؟ اه محصول المانجا اللي حصل ان الشجر عندي كان شايل طرح كويس، وجو 3 ايام في التغيرات جوي المناخية اثروا لي ايه على المحصول، خلى الشجر الكمية اللي وقعت وهي لسه في سطور وياه ايه العقد ده الصغيرة. برد بقى تمام. ده لا هواء ده شديد كانت حرارة شديدة حرارة جت شديدة السنة اللي فاتت. فجينا السنة دي السعر بتاع المانجا كان عامل ايه؟ كان ضارب في السماء. ليه؟ لأن المنتج أقل كميته قليلة في السوق فلما قلت كميته سعره ايه؟ زاد زاد. تمام تمام. تمام رابع فايدة عندي زيادة معدل الاستغلال الأرضي والزمني. يبقى احنا كده اتكلمنا مع حضرتك النهاردة عن التكثيف المحصولي والتركيب، واتكلمنا عن التحميل بصور ايه بتاعته، تمام صور التحميل في شرائح، التحميل المتناوب، والتحميل ايه المختلط، تمام والتحميل ايه في تمام خطوط. هو يفضل لنا مشاكل التحميل لكن فاضل طبعا لنا الوقت مش هينقذنا ان شاء الله في حلقة قادمة إن شاء قادمة الله ان شاء الله إن شاء الله هنتكلم عن مشاكل ايه التحميل وكل ايه حاجة تخص ايه لكن في شغل دقيقة التحميل. ماذا تقول عن محاضرة اليوم؟ نقول عن محاضرة اليوم إن أي مهندس زراعي أو أي طالب فني ثانوي زراعي يركز معاها ويفهمها كويس، لأن هو أول ما هيطلع يتخرج أول احتكاك بيه هي الحاجات دي، الصور. هيا يعني حضرتك وانت مروح راكب عربيتك أو راكب أي مواصلة هتشوف الاتنين مزروعين جنب بعض، أو إيه ده هما بيعملوا إيه؟ انت لازم أن تبقى فكر عارف. فكر. طيب انت دلوقتي عندك الدخل بتاع المزرعة بتاعك دخل ايه؟ ضعيف. عايز تعظم الانتاجية. طب ما انا احمل محصول ثانوي ينضج مبكرا، اجمعه واحصده واصرف من فلوسه على المحصول الرئيسي. الله الله تمام. يبقى انا كده عظمت ايه الاستفادة بتاعي التحميل، واكون فاهم. اكون فاهم يعني ايه تحميل، الشكل اللي انا شايفه ده يقصد به ايه، المزارع اللي هو نازل في غيطه ده وشغال هو بيعمل ليه كده. طيب هو زرع ليه؟ انا شفت غيط دلوقتي من شويه مزروعه برسيم وشعير مع بعض، هو زرع برسيم وشعير مع بعض ليه؟ ايه السبب؟ ما هي الحاجات دي الطالب هيقدر يحكم عليها او المهندس من نظرته، الله عليك من خلال الله عليك الرؤيه بتاعته ليه. يعني دكتور أشرف أنا بحلم المستقبل إن الدولة تستصلح الأراضي وتأجر هذه الأراضي للشباب بحيث إن الشباب يقدر ياخد أراضي مستصلحة وجميلة وفي نفس الوقت بيدفع للدولة القيمة التي تكبدتها الدولة في ملكية خاصة للدولة ولكن هناك منفعة للشباب من هنا ممكن قوي نخلي كل شبابنا المصري الموجود اللي درس بعناية واهتمام ينزل ياخد أرض يأجرها من الدولة بقيمة معقولة مناسبة على أنه يرعى الأرض وأن يتفانى فيها ويكمل بقى ما هو فيها ويستمر حياته كله كعقد مؤبد مثلا يعني أو لأسرته أو إلى آخره فضل فضل في حاجة لازم تكون في دماغ الشباب. تمام الأرض ديت مش ميراث لوحدي، ده الله ميراث عليك أجيال أجيال وأجيال أجيال حقيقة وأجيال. حقيقة دكتور أنا لما أصلح أرض ماشي أنا تعبت، بس مين اللي هيرتاح فيها؟ اللي هيرتاح صحيح فيها بعد كده إيه؟ بشكر حضرتك دكتور أشرف مش عمران مشاكل. خليفة معلم خبير ثانوي زراعي بوزارة التربية والتعليم شكرا شكرا يا لحضرتك فندم. مشاكل. وشكرا لكم أعزائي الشباب يا رب تكون مستقبلكم مشرق دائما يا رب إلى اللقاء